ايوه ليه يعني الماسكه دي؟ جر يالا، ما عرفنا انك ظابط. خلاص خلاص نيلي نيلي، خدي يلا. ده بقى عبد العزيز قريبي، وده مستر سيف مدير الشركه اللي انا بشتغل فيها، ودي نيلي السكرتيره بتاعتي. يا دين النبي، بقى دي السكرتيره بتاعتك انت؟ شفت الزمن يا استاذ عبد العزيز؟ انبليفبل. ايه فعلا، يطلع من الزفار جمبري. عيب يا عبد العزيز، انا واقفه. لا مؤاخذه يا بنت خالتي. طب ما تقعدوا يا جماعه، اتفضلوا ونخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش عبد العزيز باشا. اجري يلا هات لي قهوه. لا على فكره في قهوجي يا باشا، ممكن تطلب منه اللي انت عايزه. ايه يا دي المعلومه الجوهريه دي؟ ما انا عارف في قهوجي، عايزك انت تجيب لي قهوه. ليه يعني؟ بكرهك يا اخي. ماشي، قهوتك ايه يا باشا؟ مانو. لا انا ماليش دعوه انت بتدلعها بتقول لها يا مانو ولا يا ناني، انت قهوتك ايه؟ لا ده انت لذيذ كمان، انت تجري تجيب لي القهوه المانو وميه سقعانه. ميه ايه؟ سقعانه. انت بتضحك عليا. ميه سقعانه. بورسعيد نورت يا ست الكل. ثانك يو، ميرسي قوي. أموريني. الأمر لله يا عبد عزيز، زي ما أنا قلت لك كده بالظبط، عايزينك تدخلنا المينا، ولا أنت هتكسفني بقى قدام مديري والسكرتيرة بتاعتي؟ لا لا هو أنا أقدر، بس هو الموضوع يعني صعب اليومين دول عشان المينا شدة شوية، وأنا لو دخلتكم على مسؤوليتي هتأذي، يرضيكي؟ أنت بتكلمني ليه؟ هي اللي بتكلمك على فكرة. إيه ده، هي اللي بتتكلم؟ أصل أنا فاكر يعني الصوت سابق الصورة. ده احنا جايين لك من اخر الدنيا، هتكسر بخاطرنا ولا ايه يا عبد العزيز؟ وانا اقدر اكسر بخاطرك يا حته كنافه؟ ده غريب جدا، انت ليه بتبص لي انا؟ هي اللي بتكلمك. هتدخلنا المينا ولا ايه؟ هو الموضوع عايز شويه ترتيب بس، ما تقلقيش. طيب لا احل القهوه هنا قدام عبد العزيز باشا. القهوه دي مانو ولا ما القهوجي هم تساله هو؟ يا دي انت ليه مصمم تقول معلومات مهمه؟ ما انا عارف انه القهوجي، فاكره صاحب المكان. غور ياد من هنا، اجري هات لي علبه بوكس. مش هجيب. هات لي علبه بوكس ولا تركب البوكس. خلاص بقى يا عبد العزيز، سيبك منه وانا هبقى اجيب لك البوكس. ماشي بس ما تقعدش. ليه يعني؟ ما بحبكش يا اخي، خليك واقف كده. معلش يا هاني، اللي يعمل ظهره قنطره يستحمل الدوس. ما قلتليش يا باشا، انتوا عايزين ايه بقى من جوه؟ عشان انا ليا حبايبي وممكن يجيبوهولك. جوه فين بالظبط؟ من جوه المينا. جوه. ده سؤال ذكي جدا، ميرسي. والله احنا كنا عايزين من جوه، كنا عايزين نوصل لكونتينر. ايه كونتينر ده؟ حضرتك شغال في المينا ومش عارف يعني ايه كونتينر؟ ما بحبش اختلط بحد. بس حضرتك كنا عايزين نخش الكونتينر ده، هنجيب ايه؟ ورق. هنجيب ورق من الكونتينر. عايزين ورق مهم، لازم احنا اللي نجيبه بنفسنا من جوه. بص يا ست الكل. لا 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 كده بقى كتير قوي. لا انا بلفت انتباهك بس، هو الموضوع يعني معقد حبتين، بس انا هظبط اموري وهبقى لغيكي. ممكن رقم تليفونك عشان الغيكي؟ دو سمثينج. لا هتشتم بالام ادوس على قلبي عادي. ركز معايا انا يا عبد العزيز، وموضوع التليفونات ده ما بيننا. انا كنت متاكده ان انت هترجعنا من بورسعيد مجبورين. وانا اقدر اكسفك يا بنت خالتي. طب بالاذن انا بقى، لا اله الا الله محمد رسول الله. عايزك في كلمه يا بنت خالتي. ماشي. رايح فين يالا؟ جاي معاك. خليك هنا. ليه ان شاء الله؟ يا اخي مالكش قبول عندي، ما بحبكش. وسع. عبد العزيز بيه. ايوه. انا شفتك فين قبل كده؟ انت تعرف النقيب علي ربيع؟ لا انا اعرف المقدم محمد انور. لا يبقى ما تقابلناش. صلوا على النبي يا جماعه قولوا. شفته؟ عندها حق على فكره، هو لزج وملزق قوي، مع ان الناس اللي هنا مش كده خالص. ليه؟ ما هو لذيذ اهو جدا. هما بيقولوا ايه كل ده؟ اكيد بيقول لها ما تسيبك من البق في اللي اسمه هاني ده واتجوزيني. تحلوش يا عم الحلو. او عارف ممكن يكون بيقول لها ايه؟ سيب النعجه يا خروف. زي ايه يا عم فيه؟ كان بيقول لك ايه؟ قال لي انه موافق انه يدخلنا المينا بكره، بس بشرط. شرط ايه؟ يتجوز نيلي. ايه؟ انتوا بتقنعوني بايه؟ انا نو واي قابل اللي اسمه عبد العزيز ده تاني في حياتي اصلا.
انتوا ما شفتوش نظراته ليا كانت عامله ازاي؟ انا كنت حاسه ان انا زي منى شلبي في فيلم هي فوضى. وانا كمان. ايوه كنت حاسس اني هلا فاخر. ايه ده؟ بصوا انا ما شفتش الفيلم بس يعني كل يقول عشان خاطر الفلوس. انت شارب بانجو اكيد. هو البانجو بيشرب كده؟ البانجو بيشرب كده يا ماما. Whatever. شوفوا بقى هتعملوا ايه عشان انا هرجع القاهره دلوقتي. يعني ايه ترجعي القاهره؟ عبد العزيز مش هيدخلنا المينا الا بيكي. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده مجنون. ازاي عايز يتجوزها واول مره يشوفها؟ طب يسال عليها؟ افرضي طلعت شمال او اخلاقها مش كويسه، ده ابوها سوابق. سيف انت عبيط يا ستي. افرضي، قلت افرضي، انا مش عايزك تضعفي يا نيلي. معلش يا ستي استحملي شويه، مش انت اللي قعدتي تقولي لي معلش يا شريهان استحملي عشان خاطر الفلوس، وانت يا هاني كل احلامك التوك توك والخوف والتواجن، وجيت على نفسي ورحت له وفي الاخر طلع عينه منك انت يا عروسه. كلمه تانيه وهديكي بالقلم. على فكره انا مش بتكلم كده يا ستي. هو انت هتتجوزي بجد؟ احنا بنقولك يعني سايسيكي دوت واستحملي غلاسته لحد لما يودينا المينا ونرجع مصر وكأن شيئا لم يكن. ما شفتيش فيلم اربعه في المهمه الرسميه؟ نيلي انا مش عايزك تضعفي. سيف ما تقفرش كده. انا مش بقفر، انا متضايق عشان الحرنكش البورسعيدي كله اخضر، تالت حرنكوشه خضره تطلع لي، الاصفر هيطلع امتى؟ في الموسم بتاعه يا حبيبي. يا نيلي يا نيلي هنرجع بالفلوس وتطلعي ابوكي بالسجن وترجعي بيتك وترتاحي مننا ونرتاح منك. وعلى قولك لو هينفعنا يبقى سوريا لنفسك لمونة. اوكي هستحمله. ضعفتي ليه؟ ضعفتي ليه يا نيلي ليه؟ عشان لازم اعمل كده. ليه يا رب؟ خد يلا تعالى خد شاكل اللي مالوش طعم زيك. الو الو. ايوه يا عبد العزيز. ازيك يا شوشه بنت خالتي؟ ايوه يا عبد العزيز باشا، انا جبت لك العلبه البوكس والميه الزعلانه. الميه السقعانه. خليك في حالك ياد يا رخم. ها قولي لي يا شوشو، في اخبار حلوه؟ عيب عليك ياد، ان شاء الله هتنول المراد قريب. والله انا قلت ما يجيبها غير شوشو بنت خالتي. هو انا عملت حاجه؟ ده انا يا دوب جيت بس افتح معاها الموضوع لقيت عينيها وسعت ووشها نور وزي ما تكون كده. ايه لو كنت استنيت عليها شويه كانت قالت لي والنبي والنبي يا شوشو جوزيني الواد الحلو الاسمراني ده اللي اسمه عبد العزيز. معذوره برضه وانا ما اترفتش. اقول لك انا من اول لحظه خدت بالي ان في عينيها القبول. اقفل اقفل في وش السك. المهم يا عبد العزيز هنتقابل بكره زي ما اتفقنا عشان نخلص الموضوع بتاعنا ولا ايه يا قمر؟ لا بكره ايه؟ الموضوع فيه يجي اربع خمس ايام. اربع خمس ايام ليه؟ انا اقول لك انا اصلا دلوقتي جيت المينا عشان اشوف الكونتينرات اللي انتوا بتقولوا عليها، طلع محجوز عليها. وهو برضه اربع خمس ايام حلوين تكون امي جت من الجونه عشان تعين العروسه. عشان الواحد يخدم بقلب. وهو خدمه المعرفه تفرق عن خدمه الاهل. قول كده، اعمل ايه؟ طلع زباله طلع زباله. ايوه يا زيزو انا نيلي. مش محتاجة تعرفي نفسك. يا سلام يا سلام يا نيلي، انت اصلا صوتك ما يتنسيش. وحشتني قوي. لحقت اوحشك كده بسرعة؟ ده انا يعني هما ساعتين، ده انت ما وحشتنيش. ما هي ساعتين دي مش حاجة قليلة يا زيزو. ياه يا لهوي عليها. ايه يا زيزو موضوع الاربع خمس ايام دول، انت مش عارف ان احنا مستعجلين؟ انا عارف والله يا نونة، بس انت يعني عارفة يا نونة. ايه نونة دي؟ لا يعني بقول لك نونة بدلعك، مش انت نيلي يتقال لك نونة، نونتي بنتي الصغيرة. جخ جخ يا نونة. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ببوسك. ببوسك ايه؟ ده انا حسيت ان الروج طرف عيني. انا زعلانة منك يا زيزو، معقولة أول طلب أطلبه منك ما تعرفش تعمله؟ لا والله، بس هو الموضوع يعني معقد شوية، أنا استخدمت كل سلطاتي. هو صعب عليك بقى. طيب يا جماعة كل واحد على قد إمكانياته، زيزو مش هيقدر يخدمنا لأنه هو يعني لسه على قده، خلاص احنا نشوف حد تاني أهم. لا 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 لا, لا استني عندك واظبطي الكلام، أنت ما تعرفيش مين هو عبد العزيز. عبد العزيز لما يقول هيخلص حواري يخلصه. طب إيه رأيك بقى أنت بكرة بالليل عند بوابة المينا؟ ولو ما دخلتوش أجيب المينا لحد عندكم. ثانك يو. ثانك يو على إيه؟ أنت في ديك الساعة لما أخدم نونتي بطتي يعني مزتي. شوفوا هتبيتوني فين النهاردة؟ ايه المكان ده؟ انا نو واي ابات هنا. بقولك ايه يا بت انتي، انا اتخنقت من العوجة اللي انتي معوجها لنا دي، على قد لحافك مد رجليك. لحاف ايه في الحر ده؟ يا
دخت. دختي من ايه يا كتكوتة؟ الراجل اللي هناك ده عمل صوت غريب كده بزوره وبعدين راح تافه في الارض. امال عايزاه يعمل ايه؟ يكتم البلغم يعني لغايه ما يموت فيها؟ احمدي ربنا انه ما جاش لغايه هنا وتافه في شنطتك. كان يموت احسن بدل ما يقرفني. معلش يا حبيبتي قصري على نفسك ليمونه ليله وتعدي. وبعدين ايه الشنط دي كلها؟ ده هو يوم صد رد. على فكره الحاجات اللي في الشنط دي تكفيني يوم. لبسي، جزمي، بيجاماتي، الاكسسوارز بتاعتي، الميك اب، واوبشنز زياده. افرضي مثلا النهارده عايزه البس دريس، سكيرت، بانتس، انا حره. اتفضلوا يا هواجم، الويلكم درينك. شكرا. الاوتيل المعفن ده فيه ويلكم درينك؟ امال يا ست البنات، ده انتوا شرفتوا بورسعيد. كوبايتين صوبيا ساقعين يستاهلوا بقكم. شكرا انا مش عايزه. الف هنا وشفا. الا الهوانم مشرفينا قد ايه؟ لا احنا يوم بس وماشيين. ويا ترى راجعين القاهره ولا رايحين في مكان تاني؟ انت مالك اصلا؟ انت بتحقق معانا؟ لا انا ما اقصدش، انا اقصد بس يعني وانتوا ماشيين ابقى اجيب لكم الباي باي درينك. شفتي ظلمتي يا راجل، بقى هيجيب لنا الباي باي درينك. انا ليه حاسه ان انا شفتك فين قبل كده؟ لا يخلق مش شبه اربعين. أنا همشي بقى عشان أستاذ هاني جاي. والله العظيم يا حضرة الظابط أنا مظلوم، هي دي اللي قتلت مي عز الدين. مي عز الدين إيه؟ دي هند صبري يهبل. هند صبري؟ وأنت إيه خالد الصاوي؟ أنا ضاحي يالا. ضاحي؟ انت طلعت حكومه يا ضحي؟ يا ابني حكومه ايه؟ ضحي جاي معانا عشان خلصنا من محفوظ. بس برافو عليك يا ضحي، انت جيت في وقتك، ده كان هيطلب لنا البوليس بجد. يا جماعه انا خايفه قوي، انا بطحت الفنانه هند صبري في دماغها. لا ما تخافيش يا شيرين، هي ما ماتتش، انا شفتها بس يا حرام بتترعش كده شويه. يبقى اكيد دي رعشه الموت. الف بعد الشر عليها، انا بحبها قوي. مين هيكمل الجزيره الجزء الثالث؟ قتله، كلنا بقينا قتله. يا جماعه ما تكبروش الموضوع، دي خدت ازازه على دماغها، ما خدتش رصاصه يعني. سيبكم من الموضوع ده دلوقتي. ها لقيتوا حاجه في العربيه؟ بجد لقيتوا ايه؟ لقينا عدد جديد. عدد جديد؟ طب ممكن ابص عليه بصه؟ لا يا جماعه ليه لا؟ ده احنا كلنا في مركب واحد، ده انا لسه مخلصكم من عند الراجل وانا حطير. خلاص فكني الاول. ما هو المفتاح في جيبي اصله والمكان ضيق مش عارف اجيبه. ابص عليه بصه واحده بس. خلاص بقى خليه يبص. طب اديها له. انجز. بصه واحده. بصه واحده. يلا فكنا بقى. يلا يا ضحي فكنا بقى يا ضحي. ضحي يلا فكنا. يلا يا ضحي. فكنا. الله. هتضربها طلقه تتفك، انا بحب الحاجات دي. يلا اضرب. بص على رجلك يا هاني. لا استنى استنى، تعرف برصاصه واحده تفكنا احنا الاثنين؟ ليه وانتوا فاكرين نفسكم التوأمان؟ هنجل اقف على جنب. وقف ليه؟ انت مزنوق؟ لا بس هزنوقكم. انزل انت وهو. انزل بقولك. مش هنزل. يا سلام، قال يعني كده هتسد الرصاصه؟ انزل انا بقولك. طبعا انتوا فاكرين ان انا هخلص عليكم، بس انا مش هخلص عليكم، مع اني اقدر اخلص عليكم، بس هسيبكم هنا عشان تتعلموا حاجه. يا واطي يا سحلاب. عادي اتقالت لي قبل كده. نو واي. يا حيوان يا قذر يا حلوف. يا سلام حلوف. يا خنزير. وساعات بيقولوا لي يا كركدان. يا حلوه دي، ما اتقالتليش قبل كده. معلش معلش، بس انا قبل ما اسيبكم هنا لازم اقول لكم على حاجه. مش عايزين نعرفها، سيبنا وامشي. لا لازم اقول. مش عايزين نعرف. لا هقولها. طب قول. الخير. مش الخير يا حبيبي يا هاني. معلش. الخير ممكن ينتصر في الافلام، بس في المسلسلات الشر هو اللي بينتصر. لا هتموت يا شيخ، دمك سم. قبضت في ضهري. لا هبوس ايدك هموت. لا اخبطك اخبطك مين؟ طب اخبطك بالمسدس. لا بايدك احسن. المسدس اجمل. ماشي خلصني.
هاني اوعى تضربه بالنار، علميا الطلقه ممكن تخترق وتنزل. انا سيف يبقى اعمل كده. طيب خد منه المفاتيح. اثبت اثبت، خليهم ينزلوا السلاح. نزلوا السلاح يا حنجل. وينزلوا البنطلونات. ونزلوا البنطلونات. وينزلوا نزلوا طعم شاي. استظرف. بتوجع صح؟ شفت بقى انت عملتها معايا كم مره؟ انا اسف دبدوبي. انا خليهم يجوا هنا. تعالوا هنا بسرعه بسرعه. اسمعوا كلامي بسرعه. حلو هنا. لف لف. هتعمل ايه يا دبدوب؟ ايه من النهارده انا ما اسميش هاني الدبدوب. امال اسمك ايه؟ اسمي هاني الدندوب. الدندوب ايه؟ انا عبد المامور. ده ابو الدهب. ايه ده الراجل الكبير. لا لا يا دندوب. ايه لا اسكت بقى. لازم تعرف ان الخير بينتصر في الافلام وفي المسلسلات وفي السيت كوم كمان. خد السلاح ده ثبته. انا ايوه امسك ما تخافش. هات المجله. ارفع عينك يلا. اثبت مكانك. ما تتحركش. اوعى تتحرك. اوعى تتحرك من مكانك. انتوا هتسيبونا لوحدنا؟ وضحكنا عليك وضحكنا عليك وكي في ايديك وضحكنا عليك. اوعى تتحرك. طب سيبوا لنا فلوس التاكس. معلش فلوس. باي باي يا ضحي. باي باي. انتوا هتظهروا تتفرجوا عليا؟ هرب منكم ازاي؟ هرب منكم ازاي؟ يا عصوصتي ياني، كأني فايت علي قطر من كل الله. كانت سفرية مايلة على وشكو، كسحتوني. وهو في حد قالك يا خالتي انك تيجي معانا؟ ما احنا قلنا لك ما تجيش، وانت برضو اللي صممتي تيجي. ويا ريتك جيتي لوحدك، جيتي ومعاكي مصيبة. وانا اعرف منين يا فالحة ان هو ناوي اذيه؟ انا بس عايزه افهم ازاي انتوا الاتنين جيتوا من الغردقه. بصي يا حبيبتي، احنا بعد ما زوغنا من المحل واحنا لابسين العبايات وقفنا عربيه، افتكرونا خلايك. قلنا لهم هلا والله نبغى نروح القاهره، راحوا جايبيننا على القاهره. انا بقى مديت ايدي في صدري واديتهم 50 جنيه بحالها، ما عجبهمش. بمباكوا معاي ما سكتش، رحت مسيبه عليهم رجاله القهوه. وخدي عندك بقى فيني وجاعي. صباح ام بيج فان. ايه دي بقى، حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ لا دي حاجه حلوه، يعني ان انا معجبه بيكي جدا وام ان لاف بطريقه كلامك. طب وماله يا حبيبتي، ما انا ليا معجبين كتير. هو انت اول واحده؟ لا يا اختي انا مش قادره، انا جتتي بتوجعني ولازم انام. بقالي ليلتين ما نمتش، والخمره بايته في معدتي وعامله لي انتفاخ هتموتني. قومي يا ابله مين، تعالي يا حبيبتي لما ردعك وانيمك. ولا ما قصرتي. طيب يا اختي قومي اسندي عليا. هو انا يا اختي اللي سانده عليكي ولا انت اللي سانده عليا؟ انت اللي سانده عليا عشان عصعصتك. يا اختي صحيح افتكرت. شريهين احنا هنعمل ايه بقى مع عم دهب ده؟ انا خايفه قوي، حاسه ان هو هيبعت لنا العصابه بتاعته يخطفونا ويضربونا ويعذبونا وياخدوا مننا العدد. لا لا ما تقلقيش، احنا اتفه من كده بكتير. يعني لو الراجل جالنا بطوله هنخاف منه ونديله العدد عادي. بقول لك ايه، انا اتفقت مع الواد هاني ظبط مع اصحابه يامنوا لنا البيت ويامنوا لنا المنطقه كلها. اي حد غريب هيدخل الشارع هيسففوه التراب. هو انت ازاي واثقه قوي في هاني واصحابه كده ان هم جامدين وهيعرفوا يقفوا قدام عم دهب؟ انت ما تعرفيش اصحاب هاني، دي عيال خطر ويخربوا اي منطقه يخشوها. ده كفايه احمد فينو، سيد فطيره، علي عجينه. ايه كميه المعجنات اللي قلتيها دي؟ هم دول مجرمين ولا شغالين في فرن؟ يو يعني اللي مش ناقصه استظرافك ده، انا تعبانه وعايزه ادخل انام. طب ام سوري شريهان ما تزعليش مني، يلا بقى مش هنحل كلمات المتقاطعه. مش قادره، بكره اول ما نصحى هنحلها. شريهان انت ازاي عايزه تنامي؟ مش هتتجنني تعرفي فين الفلوس؟ يلا
الكلمات المتقاطعة بتقول إن الحل في الصفحتين الناقصين. نيلي يا نيلي، أنت قدرتيني وندمتي. لقيتي فلوس؟ فين الفلوس؟ فلوس إيه؟ بقولك الكلمات المتقاطعة بتقول إن الحل في الصفحتين الناقصين. يعني إيه الحل في الصفحتين الناقصين؟ طب شوفي كده، ممكن يبقى في صفحتين مقطعين جدو مخبيهم في حتة وهم دول المفروض نلاقيهم. مفيش ولا صفحة مقطوعة، والأرقام كمان كلها مظبوطة اهي. طب يعني إيه الصفحتين الناقصين؟ أنا بحب جدو قوي، بس هو ليه بيعمل فينا كده؟ معرفش بقى، غاوي فرهدنا الراجل ده، أنا مبقتش فاهمة حاجة خلاص. أمال مين اللي هيفهم طيب؟ يا سلام، العدد ده ليه ذكريات جميلة جدا جدا جدا. أصل جدكو بقى الله يرحمه لما كان يقعد يرسم العدد من دول كان يقعد يتسلطن كده، يشرب القهوة المانو بتاعته اللي هي العريحة ولا مظبوطة، والسيجار في إيده، يولع السيجار. السيجار ده لازم يكون كوبي. السيجار الكوبي طبعا معروف إن هو ملفوف على إفخاد العزارة، السمر الحيارة، الشقر. لا البدارة. أنت كده هتفقع لنا المرارة، انجز. حاضر. العدد ده بصراحة دي ذكريات حلوة قوي قوي وجميلة، تحب أحكيها لكم؟ كفاية ذكريات غريبة بقى يا عم بندق، ممكن تقول لنا إيه موضوع الصفحتين الناقصين؟ ها؟ صفحتين الناقصين، صفحتين. نشوف كده الرقم. صح. العدد ده 38 صفحة. أعداد ميكي كلها كانت بتبقى 42 صفحة، فعلاً ده ناقصك. طب كده دول أربع صفحات مش اتنين. ما هي وش وده، يعني الصفحتين بأربع صفحات. طب هنلاقي فين الصفحتين دول؟ محلولة، ننزل سور الأزبكية وندور على نسخة تانية للعدد. ما ينفعش تنزلوا سور الأزبكية. ليه، شالوا السور؟ لا. شالوا الأزبكية؟ لا، أصل أقول لكم إيه، ما أنا قاعد من الصبح بقول لكم العدد ده أصله ليه ذكريات جميلة قوي قوي ومهمة، حبيت أحكيها لكم، أنتوا قلتوا لا ما تحكيش. ماشي احكيها لنا لو هتفيدنا، إنما تقعد تقولي البدارة والعذارة وتقرفنا بصراحة حضرتك. ما مش حاكي. خلاص يا شيرين اتفضل احكي يا عم بندق. العدد ده اتعمل ما بين الخريف وما بين الشتاء سنة 1982، كان رقم 1000، ما اتعملش منه غير نسختين اتنين بس. نسخة كانت مع جدكو الله يرحمه، النسخة التانية بقى كانت في دار النشر اللي بتطلع سلسلة ميك. اوكي، فين بقى دار النشر دي؟ ايوه يا خالتي، انا عند عم بندق. في ايه؟ نهار اسود، البرنامج؟ اما الان فمعانا معلومة حصرية، ولأول مرة يتم التعرف عن شخصية هؤلاء الذين قاموا بالاعتداء والشروع في قتل الفنانة هند صبري. من المعلومات اللي وصلت لنا كان واضح ان هما بنتين، نيلي مكاوي وشريهان مكاوي، واضح ان هما يا اما اخوات يا قرايب، الله اعلم. بس هما ما كانوش لوحدهم، كان معاهم شابين. لحد دلوقتي جاري البحث عن هويتهم ولم يتم الحصول على اي معلومه اخرى، لكن الشرطه بتحاول تستفسر اكتر وتعرف اكتر من شهود العيان. كان معاهم ايضا شخص خامس، وهو كان منتحل شخصيه ضابط، وهو ايضا اللي ساعدهم على الهروب من موقع الحدث او الجريمه. خلينا مع بعض دلوقتي نشوف فيديو مصور بالصوت والصوره عن اللي حصل اليوم ده، والشرطه بتناشد كل اللي بيتفرجوا علينا لو تعرفوا على اي حد يلجأوا للشرطه مباشره. خلينا نشوف مع بعض. اللي هيقرب مني قسما بالله هشق الازازه دي في دماغه. وانا اللي هيقرب مني هتجيب البوكس اخليه صابونه لوكس. يا سلام يا سلام، فينك مكاوي دلوقتي؟ تيجي تشوف اولادك واحفادك دول هم كنت تفتكر بيهم بحاجة.